حرك طبيعتها مش عقائدية، بل يمكن أن تكون بين المسلمين. الصراعات بين المسلمين لم تكن كلها من أجل العقيدة، بل أقلها ما كان من أجل العقيدة. الصراعات الدموية في تاريخ الإسلام كانت صراعات على السلطة، صراعات على الثورة، على الثروة، صراعات على المكانة. فهذه الصراعات، القوالب التي تلقيناها خاصة من فكر سيد قطب، لم تكن لتستوعب طبيعة الصراعات الدولية. ولذلك جاء فكر خميني ليقدم لنا إسعافات في الحقيقة، ليقدم لنا أطر يمكن أن نستوعب فيها جوانب من الصراع ما كانش مستوعبة، يمكن أن بالتالي أن تكون لنا تحالفات.